ومستعد، لكن المنافسة مش معقول تبدأ بما نستقبل ضيف الشرف في الحلقة الأخيرة، الفنان حسين الجسمي. شعبنا أسعد شعوب الأرض دوم، من عهد سايد إلى يوم الحساب. اليوم حلقة مثل ما تقولوا سخنة كثير، عندها سرعة في العرب. ويا لطيف كيف يعني تقبلت حضورها، المنافسة قوية، إحساسه كان عبى المسرح كله. كذا لحظة أو كذا موقف تأثرت فيهم شوي، وقت انسحاب أعتقد أن هذا كان قرار ذكي وجريء منه، هو أنه ينسحب وهو عارف أنه هو وهي يمثلوا بلدهم. صوتي كان في آخر راوند لجورج. عنده ثقة على المسرح، ثقته اليوم أعتقد هي اللي وصلته